al jefe. ليلة جديدة من قضية سوا ببرنامج ليل وقمر هالبرنامج اللي عم بتابعوه ليلية عبر شاشة تلفزيون لبنان ومندعيكم أيضا تتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كان عبر تويتر أت تقال ليل وقمر أو عبر هاشتاغ ليل وقمر ضيوفنا الليلة مثل العادة منوعين من كافة المجالات ومعنا ضيوف مميزين من المجال السياسي والمجال الفني ضيفنا الأول ضيف بتحبوه كتير حجز بتحبو نفسه مكان كبير بقلوب كتار من الناس وقدر انه يوصل على البرلمان باصوات تفضيليه عاليه جدا لدرجه انه سموه بتسونامي ساعات النايب زياد حوات من مسي مساء الخير اهلا وسهلا فيك حبيثي. رمضان حبيثي. كريم تفضل ان شاء الله اهلا وسهلا فيك يعني ما بغلط لما اقول انك حجزت مكانة كثير كبيرة بقلوب كثار من الناس يعني على مدى سنوات قدرت انك تحقق نجاح كثير كبير عبر رئاستك لبلديه جبيل ومن بعدها قررت انك تترشح او يعني انسحبت بال2017 وقررت انك تترشح عن نيابه بالعام 2018 مزلوط. وهوني كانت التسونامي الكبير <applause> مثل ما وصفوها غالبية الصحافة آه يعني وحتى بتقول وقلت شكرا ل 14424 صوت تفضيلي كنت متوقع هالنتيجة يعني بالحقيقة آه أن هل قررت خوض المع... السياسة بشكل عام إن كان من المجال المائب في البلدية أو وقتها قررت فوت على المجال الوطني كان عندي ثقه كبيره بالراي العام ثقه كبيره بالناس انه فعلا عبالة تغير نعم. تخلق طبقه وطنيه جديده طبقه سياسيه جديده ناس فعلا يعرفوا وجع الناس يعرفوا مشاكلهم يجربوا يعالجوا بطريقه فعاله مش بالخطابات والشعارات نعم. لما قررت, قررت اترشح بال2010 كان هذا التارجت قدامي انه لا انا بدي اخرق هذا الجدار الجدار الممنوع على اي شاب يتعاطى بالشان السياسي او بالشان الانمائي انا زيك وانه هيدي في تابو ممنوع لا ما في شيء ممنوع اذا في اراده وفي نيه في التصميم كله مم. قادرين ننفذه خدنا الانتخابات انا زيك بال2010 وحققنا فوز كاسح صحيح كفينا المشوار بإدار بادارتنا لمدينه جبال والعمل داخل المجلس البلدي قدرنا بتضامننا كفريق عمل متكامل وتكاملنا مع المجتمع الجبيلي قدرنا حققنا كثير من المشاريع وثقه المجتمع الخارجي يعني الراسماليين الان جي اوز الجمعيات الواهبه م -م. الدول المانحه والمستثمرين قدرنا حققنا عدد هائل من المشاريع لمدينه جبال وكفينا المشوار حتى 2016 لما كمان ترشحنا مرة تانية على البلدية بمعركة شبه كانت تسكية محسومة نعم تس أكثر من إنه محسومة وفعلا أعطوني كثير حمل كثير كبير جبيلية مرة تانية إنه لأول مرة بتاريخ انتخابات البلدية في مدينة جبال جبيليين قرروا إنه يعطوا زياد حواط والفريق اللي معه تزكية كاملة مه. إلى أنه قررت أترشح الشهر الانتخابات النيابية وقدمت استقالتي من بلدية جبال صورياً إنما أنا نعم. بعد جبال بعقلي بوجداني بعده العمل داخل شوارع وأزقة جبال مستمع. هدف يومي بالنسبة لي إنما قررت إنه هذا البلد صار بحاجة لشباب جديدة، هذا البلد صار بحاجة لناس تقول لا مطرح لازم ينقال لا وتقول نعم وتأكد وتدعم أي مشروع بيخدم اللبنانيين، نعم. فبقى أنا قررت أخرق هذا التبول آخر انه لا في شباب جديد بهذا البلد قادرين يعطوا آه طبيعه جديده للعمل السياسي، يقدروا فعلا يبنوا وطن يعيشوا اولادنا فيه بكرامتهم، يعيشوا فيه مستقبل زاهر، رغم كل الصعاب اللي عم تقطع على نعم لبنان وعلى البلدان وبالبلدان المجاوره. نعم فقررت خوض هيدا الغمار، اتس نيو تشالنج مواجهه جديده، مواجهه اكبر بكتير واخطر بكتير لانه كلنا بنعرف العراقيل السياسيه والعراقيل الخارجيه بس لا قررت خوضها وانا بدي اشكر فعلا 14424 وبدي بالتالي بدي اشكر كل ابناء جبال حتى اللي ما اعطاني ساءته لعده اعتبارات طبعًا. انا اليوم صرت نايب كل الناس عم مثل كل الناس بدي اوقف حد كل الناس بمشاكلهم ومصائبهم بدي اوقف حد كل اللبنانيين انا ماني فقط نائب جبال وكسر انا نائب الامه وبالتالي حوقف حد كل اللبنانيين لنبني نحن وياهم لبنان اللي بيشبهنا لبنان النجاح لبنان الابداع لبنان الابداع لبنان الثقة بالنفس م -م. اليوم عنصر الشباب حاطت ثقل كبير على كتاف انه انت عم تمثلنا وبدنا بدك تكون على قد هدي المسؤوليه فبقى ان شاء الله, الله. بهمتهم وبتكاملنا مع بعضنا نقدر نحقق مثل ما حققنا بليد جبال نحقق على مستوى لبنان ما عنا شك ابدا ساعه النائب وصفتك صحيفه الاخبار باحدى اللقاءات الصحفيه بانك حصان طرواده القوات اللبنانيه بغزوه لقضاء جبال هلا <applause> <سؤال> ما بعرف قديش عندك تعليق على هيدا الموضوع وهل أنت فعلا حصان تروادك كلام كلام ما له قيمة أنا متحالف مع حزب القوات اللبنانية نحن تكاملنا من اجل قضيه كبيره اسمها لبنان صحيح لبنان السياده، لبنان الاستقلال، انا بقول لهم كل واحد مؤمن بهيدي الثوابت هو حليفنا ولو لو ترشح ضدنا، انه مين مين من اللبنانيين ما بده لبنان السياده، لبنان الكرامه، لبنان الجيش الواحد على كل الاراضي اللبنانيه، لبنان لا مربعات ولا مخيمات خارج اطار الشرعيه، لبنان العداله، لبنان احترام المواطن لبنان مكافحة الفساد وقطش ايد الفاسدين، لا. وكلنا عم نشوف اليوميات الوجع والألم واللامبالاة بمشاكل الناس همن المحاصصة والتقاسم، مين منا ما بده يبني لبنان الأمل، لبنان الانتاجية في الإدارات والمؤسسات العامة؟ فعلا هيدي الثوابت كلها التقينا نحن وحزب القوات اللبنانيه والناس اعطتنا الثقه حول هيدي الثوابت والناس اعطت ثقه حول رؤيه جديده لاداره لبنان، نحن عندنا رؤيه كان من خلال ممارستنا في العمل البلدي والقوات من خلال ممارستهم في الادارات اللي استلموها ان كان او في مجلس النواب كاملت هالوجهتين وقدرنا وجهنا البوصله في الاطار الصحيح والناس انتخبت هيدا المشروع، انا رايي الناس ما انتخبت لا زياد حواط ولا حزب، ناس انتخبت رؤيه لاداره البلد، رؤيه صائبه، رؤيه رايحه دغري نعم. نحو الهدف. قلت انك كنت رجل خدمات بالبلديه ولا زلت بحسب قولك رجل هالخدمات وقلت ايضا رح يكون راس حربة الخطاب السياسي داخل شو المجلس النيابي <تصفيق تصفيق> <applause> <بتأكيد. تصفيق> يعني اليوم كيف ممكن تكون راس حربة حربة الخطاب السياسي بالمجلس النيابي بظل في يمكن بعض الاخصام بالجهة المقابلة وفي ناس كثير ما ننكر بحطوا عصب الدولي يعني اليوم هيدا هيدا واقعنا السياسي اليوم انت كشب نائب عندك هالقد طموح كثير كبير قادر توقف قدام وجه الكل؟ ما رح نوقف وجه حدا نحن نقول الحقيقه وقد ما تكون صعبه الحقيقه وقد ما يكون في ناس ضد الحقيقه الحقيقه لازم تنقال نعم no. اليوم بدنا نبني وطن هيدا الوطن بدنا نبنيه كلنا عم نشوف وجع اماتنا وبياتنا بسفر الشباب عم ياخذوا اهم شهادات ومش عم يقدروا يامنوا فرص عمل لبنان اللي مناطق فيه عداله وجيش ومؤسسات امنيه وفعلا و... بتحس في دوله ومناطق اخرى غايبه ومغيبه تماما عن الدوله ومؤسساتها لا. اليوم ما في صيف وشتاء تحت سقف واحد يا بدنا نبني دوله كلها فيها أنظمة شرعية وعدالة ومؤسسات عسكرية هي بتحمي اللبنانيين يا إما بيكون بشريعة غاب إيه بهيدي المواقف الوطنية سوف نكون رأس حربة لن نقبل بعد اليوم أنه لبنان يكون في ناس محميين لأنه تابعين لجهات معينة والشعب العادي المعتاد عند أبسط أمور تلاقي كل الأجهزة طبت عليه لا بدنا نسمح للمخالفين كما لا رح نسمح انه ناس يتخبوا تحت عباءة احزاب و... مم. وسلاح نحن بدنا نقول انه نحن بدنا نبني لبنان خالي من السلاح الغير الشرعي هيدا كلام منه ضد حدا هيدا كلام مع كل اللبنانيين انا رأيي ما في لبناني ما بده لبنان يكون في جيش وقوة امنية هي السهران الوحيدة على امنه على سلامته على مستقبله انه شو شو هالقصة اليوم الجيش اللبناني اللي عمل انجازات كتير كبيرة بجرود بجرود وقت حرر جرود من ال من العصابات قادر هذا الجيش ذاته يحمي الحدود ويحمي المواطنين ويعيش اللبنانيين تحت كنف الدولة لا. ستنا انا بقول ما بتبنى دولة الا اذا كان في هيبة نهار الهيبة تفتقد او تسقط ما بقى في لبنان ما بقى في دولة دولة بلا هيبة هي مش دولة صحيح نحن عم نقول اهم شيء نبني لبنان نبني اقتصاد ونبني تجاره ونبني زراعه ونبني فرص عمل لشباب بدك تبني اولا هيبه الدوله اذا الدوله ما قدرنا نبني لها هيبتها كل الكلام الاخر تضيع وقته ما له قيمه صحيح فبقى ايه حنكون راس الحربة بإعادة هيبة الدولة كتير صعب في كتير عراقيل في ناس لهم مصلحة بإضعاف الدولة وتقوية الدويلات الموجودة بكافة قطاعات البلد نحن سوف ندعم قيام الدولة القوية القادرة اللي بتحمي كل اللبنانيين ما عندنا هيدا ما عندنا شك ابدا باللي عم بتقوله ساعتها مع كل هال, هال... هالشغف بال... بالحديث اللي انت عم تقوله والتزامك ال... القوي بهيدي القضيه اليوم بسهرتنا الرمضانيه رح تنضم لنا استاذ زياد حواد مطربه لبنانيه كتار من الناس بحبوا صوتها كتار من الناس بحبوا احساسها ايضا كلنا بنحب رح... صوتها كلنا بنحب صوتها بدي رحب بالمطربه سميه بعلبكه من صار رمضان كريم.. أهلاً وسهلاً فيك.. <applause> تفضلي <applause> اهلا وسهلا فيك ببرنامج ليل وقمر وب او على شاشه تلفزيون لبنان شكرا هيك روقنا شوي الاجواء حكينا شوي هيك سياسه <applause> <applause> رح نحكي بس بطريقه الطف يمكن هيك بعد شوي ومن في كثير يمكن بعض المساجات اللي الناس بتحب توصلها وانت اليوم من الشعب اللبناني م -م. آه وكتير وكثير لفتني شغله كتبتيها على آه فيسبوك ب 7 ايار ثاني نهار الانتخابات النيابية قلت عن جد صار شو إذا كنت بشي عنا قلت عن جد صار بدها بيت صغير بكندا <championships> <متضح> ليه؟ ليش دغري بعد الانتخابات النيابية من بعد هالنهار اللي كانوا كل الناس ناطرينه ومعتبرينه انه هالنهار رح يغير وهو أمل جديد اعتبرت انه بدك تفلي من بعد ما رجعت تسع سنين وكنت فيها بكتر هلا اي ثاقبت يمكن ثاني <تس> نعم. نهار ما بعرف م... مش مش منتبهه بس آه... يمكن قبل ما زعل جاوب عليك اكيد سنيني. انا انبسطت <applause> وقت <applause> قلتي صار بدا قلت صار بدا تغيير <applause> وصار بدا. <لا> اكيد خليني <applause> خليني بلش اسمحي لي يعني ما فيني جاوب على هذا السؤال دغري بدون ما يعني اقول اللي انا بحسه واللي حسيته الليله مع وجود سعاده النائب زياد حواط يلي انا بكن له كثير من الاحترام نعم ومن يعني قبل يمكن اكثر من هلا هلا بعد ما يعني ما ما تابعنا شو راح يصير بالمستجدات بس من من الناس اللي كثير معجبين بمسيرته آه والمتابعين كثير وانا لانه حدا آه مدينه جبال آه تعني كتير كثير وكنت دائما احط هذا الشيء يعني حتى على وسائل التواصل يعني في ناس انه انت من جبال لا انا بعتبر جبال آه مدينتي مثل كل المدن اللي بنعتز فيها آه طبعا جبال تاريخيه بنعتز فيها ومع تجربه آه الأستاذ زياد آه واللي عمله بمدينه جبال زاد اعتزازنا بهالمدينه يلي اعتبرتها انا نموذج للمدن الثانيه اللي بتستاهل انه تمشي على ذات الخطى فاكيد انا عندي ايمان بالشباب بالناس اللي عم بغيروا واللي بدهم يغيروا آه انا قلت هيدا انا قلت هذا الشيء نتيجة الاحداث اللي 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 صارت بعد الانتخابات نعم. وهذا الشيء اللي بيألم كل لبناني حابب انه ومآمن وانا منهم مآمنه انه الشباب اللي رح, رح, رح يصنعوا التغيير واللي عندنا ايمان بلبنان اللي نحن حابين انه آه نشوفه بالمستقبل القريب انه هذا الوطن اللي فيه مؤسسات بتحمينا، فيه جيش قوي بيحمينا في في عداله اجتماعيه في امان تنقدر نعمل فن انا كمان ما فيني اعمل أكيد. فن اذا في فساد واذا أهل. في عدم, عدم امان استقرار. عدم استقرار صحيح بالزبط. اهم أشياء الامان فكانت نتيجه احداث بتوجع كل انسان بحس انه هو مواطن لبناني بدون اي خلفيات يعني رأي. مذهبيه يعني ولا سياسيه أكيد. أكيد. انه يرجع يشوف التفلت انا كتير بيالمني انا خلقت بالحرب أكيد. وربيت بالحرب وبعتبر بوجع هيدا الموضوع بيوجع كثير ما بدنا اولادنا يعيشوا بذات الظروف اللي نحن يعني كل يوم نحن مهددين بحرب جديده إيه. هيدا اللي انا اعترضت عليه صراحه على كل حال انت معروفه بحبك للبنان ومن شوي ذكرت قديش بتحبي ايضا مدينه جبال وقد بتحبي كل لبنان بشكل عام وغنيتي لكبار من لبنان ويمكن هيدا الحب اللي بقي بقلبك خليك ترجعي بعد تسع سنين غياب من قطر صحيح؟ مم. هيدا اللي رجعك على لبنان يعني بعد هالغياب انا كنت ولا مشاريع اخرى فنيه حتى يعني انا بالفتره اللي كنت فيها مقيمه بين لبنان والدوحه بحكم وجود زوجي هناك ما يعني كنت ما قادره اكون عايشه يعني كليا خارج لبنان وهذا اللي بوجعني وهذا اللي بخليني اقول صرخه اوقات انه مش هيدا مش هيدا البلد اللي نحن عم نحلم فيه وحابين انه إن نعيش فيه آه، لبنان عايش بكيانة يعني آه اذا بدك آه، تختاري اغنيه هلا تسمعينا اياها مدينة جبال او بعدين ما تنسي لبنان. في لبنان في خي لبنان كمان صح <applause> صاروا لبنان <applause> لبنان بعلبك <applause> اكيد مجهبة تحيه للمايسترو لبنان بعلبك آه، للبنان لجبال <applause> 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 أو جبال أكيد بتحسيها الجبال لبنان لبنان عندي شوفته بكل الدنيا ده تعيش عيش العمر بحضن الهنيه حب الوطن اغلى اماني بالقلوب والاماني كنز بالقلب يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة رابينا يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من صحوة الوديان لصحوة رابينا مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا مهما تنازعنا وعطشنا وجانا لبناننا الغالي عم حب تربينا عم حب تربينا عم حب تربينا يعني الصوت رائع جدا سمية استاذة زياد يعني هيدا اللبنان اللي منحبه واللي قلت اللي اللبنان اللي بدنا يكون عايش من دون فساد من دون هدر من دون يعني في كتير نقاط انت بدك تشتغل عليها اليوم بدخولك على المجلس النيابي من وين رح تبدأ؟ يعني في كتير امور صار صار بدها فعلا ورش كبيره من تحديد يعني شو ابرز ايه ابرز هيك يعني يمكن أني اللي بدك تبلش تشتغل عليها او عنديك انت بدك اليوم عندك تحديث الأوانين، قوانيننا نعم. اليوم اللي بدها تواكب التطور، بدها تواكب آه الانتاجيه بالعمل، قوانين عمرها 40 و50 و60 سنه، يعني نعم. اهم شغله داخل مجلس نواب في بلدان العالم المتطوره، شو شغله النائب او البرلمان شغلته تحديث القوانين ومراقبه السلطه التنفيذيه مم. لا في تحديث قوانين خلال الفتره الماضيه ولكن في مراقبه ما هن ذاتهم نواب ووزراء قاعدين على عم عم دورين كمان دور بالتشريع أكيد. ايضا تحديث القوانين والتشريع. يعني هي والتشريع. نعم اليوم اليوم ت... اليوم مش مقبول بعدنا بلبنان رغم كل اللي انصرف على الكهرباء بعد ما في كهرباء مم. مش معقول رغم كل اللي انصرف على الطرقات والطرقات بعد جحيم تنقل على طرقات لبنان زباله على الطرقات لا وكانه بدنا نخترع نوصل على القمر تنعالج موضوع النفايات، في امور معيشيه حياتيه يوميه بتقوي الدوله وبتخلي المواطن يبلش يفتخر انه عايش بوطن، عايش بدوله في حدا حاميه، حدا عم بيرعاه، حدا عم بيامن له مصالحه، طيب اذا الامور السياسيه الكبيره اكبر من حجم لبنان، شو بيمنع الامور الداخليه اليوميه ما تبلش تتعالج وحده ورا الثانيه؟ بس هون بسال سؤال على هل في قرار بناء دوله؟ <applause> نعم هيدا اللي نحن جايين نقول نعم ورغم ولو ما كان في قرار نحن جايين نقرر نبني دولة جايين نواجه ونكافح ونعلي الصوت ونكون راس حربي لبناء الدولة الدولة بتبلش من الأمور السيادية الوطنية وصولا إلى موضوع النفايات وموضوع شبكة الطرقات ولا مركزية الإدارية وتسهيل أمور المواطنين في الإدارات وأنه المواطن ياخد حقه من الدولة اللبنانية بلا ما يكون في يقطع بثلاثين شخص تاخذ حقه لانه هذه هي زبائنيه سياسيه، نهار اللي بيتحرر المواطن اللبناني من المرجعيه ومن الحزب ومن الطائفيه ومن الشيخ ومن الخوري تا ياخذ حقه الشرعي من الدوله نعم المواطن يروح على الصندوق او ينتخب مشروع ورؤية اما أم طالما المواطن اللبناني مكبلينه ما بياخذ ي... ما بيقدر ياخذ ولا اي حق بولا اي اداره الا ما يكون عنده واسطه وعنده مرجع وحدا ألفا أكيد. رح يضل مسير وليس مخير 100% يعني هيدي هي المواجهه الحقيقيه اضافه الى موضوع الفساد وما قدرانا شو عم نسمع وشو عم نشوف ومش على اسم برغوت وكانه لبنان بالف خير <applause> مؤسساتنا شبه <applause> مفلسه مؤسسات الضخمه عم تصرف عدد هائل من الموظفين يعني شو ناطرين؟ يعني في, كتير في كتير خطط اليوم بنقدر نشتغل عليها و... وبظن في يعني في كتير نبض قوي آه كمان ايضا حضرتك عم تحكي فيه واذا اذا اذا اجتمعنا كلنا او اجتمعتوا كنواب على هالمبادئ الاساسيه ممكن نبلش تغيير، بالنسبه لموضوع النفايات يعني اليوم مدينه جبال كمان قدرت تلاقي آه لقت لقت حل جزئي حل بوقتها يعني اليوم اذا على صعيد بلديات عم نقدر نعمل تغيير، ليش ما بنقدر نعمل هالتغيير على مستوى الوطن؟ لانه على طول بسأل ذات السؤال، هل في قرار بناء دولة؟ مم. لأنه في أمور بديهية ما بدها شيء، بدها قرار. إنه ما تقنعيني إنه نعالج موضوع النفايات بدها آه... قرارات دولية إقليمية. نعم بدك قرار داخلي لبناني لمعالجة موضوع النفايات اللي عم يسبب أمراض إضافة إضافة إلى إنه هذا البلد السياحي إضافة لمشاكله الأمنية والعدم الاستقرار اجتك مشكلة بتوازيهم هي زبالة من على الطرقات بأكوام وأج... وبتل الجبال انه في امور انت على كل حال مشان هيك بتنادي انت ب بيج... ضروره تطبيق اللامركزيه الإدارية. الاداريه اللي هي يمكن حكى آ... المل... فيها ولكن ما بعرف ليش ما عادت نفذت اللامركزيه الاداريه هي المنباك الاول لبناء... لبناء لبناء الجمهوريه الجديده بدون اللامركزيه ما في تقدم ما في تطور ما في انماء لا مركزيه بتعالج لا مركزيه الكهرباء هل مسموح بعد كل هالسنوات اللي انصرف والمصاري اللي انصرفت على الكهرباء خلال 30 سنه و40 سنه انصرف 36 مليار الكهرباء بتكلف الخزينه اللبنانيه بالسنه مليارين دولار م. وبعد ما في كهرباء <applause> بس اذا كت... اذا كتار بيجمعوا على ضروره تطبيق مركزي الاداري وصرنا سمعينا من كتار نسيت ليه م. ليه هلا هلا المواجه. هلا المواجهه الحقيقيه هلا دورنا وهلا الناس بدها تحاسبنا اليوم نحن فيتين على مجلس النواب بنبلش نعلي الصوت ونبلش نحفز النواب الاخرين انه يا اخي اذا ما رح تكونوا الى جانبنا الناس رح تحاسبكم والناس اللي بجبال وبغير مناطق انتخبتنا ما انتخبتنا لا على اسمنا ولا على صورتنا ولا على أنتخبتنا وحط كل الامل نحن. بهال بهالنمط الجديد بالتعاطي في العمل السياسي م. الناس يعني بلشت تتحاسب وانا بقول المسؤول ما بيصير مسؤول غير ما فعلا بلش الناس تحاسبه نعم. والا بكون ايدول يعني اله احنا ناس نحن ناس سخرنا حالنا لخدمة لبنان وبالتالي في حال أخطأنا ناس يجب أن تحاسبنا مش أنه عنزة ولو طارت أنه لو شو ما كان بدنا نروح ننتخبه لا إذا غلط لازم يحاسب وإذا أنجز وقدم لبنان إلى الأمان لازم يتكافى أما ضل ننتخبه رغم علاته ومساوئه مع الأسف سوري أنا عم بحكي كتير بس في موضوع أنه نحن كلبنانيين بنحب النق انه بتخلص انتخابات هي ما صار شيء كهرباء وزبالة اخي ما اليوم على على, انت المواطن غيرت على المواطن على المواطن اللبناني دور اساسي انه الطبقه السياسيه اليوم مين عم يخلقها امبارح الانتخابات نعم ناس هي بتروح على الصندوق الاقتراع وبتنتخب يعني على المواطن دور اساسي في تطوير بلده في حسن اختيار قاده ومسؤولين ومشرعين ونواب وممثلين عنه يمثلوا افضل تمثيل ويامنوا تقدم وطنه وإن شاء الله اليوم مسؤولية كبيرة على كتافنا وأكيد وأنا بأكد للرأي العام وأكد للناس أنه صوتهم كان بمحله حنعمل فرق ورح نشتغل ليل نهار تا نطور وطننا ان شاء الله آه سميه آه يعني كمان آه يعني شوي حكينا سياسه ما بعرف قديش آه وانت ببعض الاوقات آه كمان آه هيك كنت عم بتوافقي وعم بتهزي براسك على كثير امور كان عم بيقولها ساعات النايب آه رح نتابع حديثنا ورح نحكي كمان فن ورح نحكي عن تمثيلك للبنان ايضا بالخارج رح نحكي عن الاعمال الجديده المرتقبه ايضا ومتابعين ايضا معك ساعات النايب مشاهدينا نتوقف لحظات قليله مع بريك علينا خليكم معنا متابعين من بعدها عودة لكم مشاهدينا متابعين ايضا برنامج ليل وقمر مع ضيوفنا سعادة النايب زياد حوات وايضا المطربة آه سمية بعلبكة سمية آه يعني بعد عودتك الى لبنان قررت انك طبعا ما توقفي ابدا العمل ولا مرة وقفتي العمل الفني وحاليا عم بتحضري لعمل جديد مع من كلمات الشاعر نزار اباني والحان الموسيقار احسان المنذر خبرينا اكثر عن هذا العمل هاي قصيدة جديدة عم نحضرها تقريبا صرنا بالمرحلة النهائية للحن يعني صرنا فترة عم نشتغل على جلسات عديدة تنقدر نطلع الشيء يلي بيليق بهاي العمل يلي أنا بعتز فيه كتير يعني واللي يعني يمكن مش كتير هالايام عم ينشغل على هاي ال مستوى. آه هيدا المستوى وهيدا النمط من من الاغنيات م. فانا بما انه دائما عندي تحدي بالفن بعتبره تحدي يعني مش شيء ثاني فهيدا هي الحقيقه بقى لأ... تحدي مقلقي ما ما لقيمة. اكيد هل انت متذوق للفن ساعه النايب اكيد يعني بتحب تسمع أجنبي أكتر أو عربي أكتر يعني لشو لا. بي... بتميل أكتر؟ ما في ليه بتحس بحس رح تقلي الأجنبي؟ لا اللبناني اللبناني بتعرفي <applause> أنا عندي مشكلة إنه ب... إجمالاً واحد بيسمع راديو بس يكون بالسيارة صحيح أنا بطلع بالسيارة على التليفون المشوار كله مع الأسف لازم يلغوا السلولير تا يقدر الحد يسمع أخبار أو يسمع فن أو يسمع لأنه يعني فعلاً بتطلع على السيارة بكون عندي كتير تلفونات جاييك إذا كنت باجتماع تقضي, تقضي مشوار كله على التليفون انا بعتبر السياره المكتب مكتب مكتبتين مكتب تاني. <applause> بس اكيد عم نشوف كل مهرجانات جبال يعني أي صحيح مهرجانات جبال الرائعه كل حال ان شاء الله مهرجاناتنا بالجبال حتكون مميزه مهرجانات كل قضاء جبال فعلا يعني كل كل مدينه او كل قريه عندها تخصص معين بمهرجان وانا هذا اللي بشجعه انه مش لازم كلها يكون فنيه وكلها زيت المطربين لازم كل ضيعه تكون لها اختصاص ضيعه مثلا بالماضي كان في بضيعه اسمها ما يفوق مهرجان العسل بارطبه في كرنفال بجبال في مهرجان انتم مهرجان نبيد مهرجان نبيد هلا ب ب 20 حزيران نعم آه, 3 ايام عمينا جبال في مهرجان بيبلوس انترناشونال فيستيفال مهرجان بعمشيت في مهرجان بأهمش في مهرجان بيعملوا حياه بيعملوا نشاط انما انا بقول اكثر انه لازم كل ضيعه تصير متخصصه بنوع مهرجان معين، نعم. هيك ياتي. بتشغلي اهل الضيعه، بتعملي حياه بقلب الضيعه والجوار، وبتنشط الحياه الاقتصاديه وحياه الناس. منفعل السياحه الداخليه نعم. بلبنان. نحن انا بجبال كان عندي رؤيه انه برغم سياسه عدم الاستقرار اللي عم بيعيشها لبنان، لازم نركز على السياحه الداخليه، لانه بكل بلدان العالم السياحه السياحه الداخليه هي 70% من من السياحه العامه بالبلد. نعم فبقى انا اشتغلت بجبال على السياحه الداخليه وقدرنا جبنا ان كان بكرسم خلال عيد الميلاد <applause> وان كان بموسم الصيف وان كان بالربيع مع مهرجان الزهور، عملنا جبال محطه مش بس محطه سواح اجانب وعرب حتى عملناها محطه داخليه لبنانيه، صار كل المواطنين اللبنانيين من كافه الاقضية والمحافظات، اذا بدو يجوا يقضوا ويك اند او يغيروا جو يجوا يقضوا بجبال، صحيح. دونك عملنا عملنا سياحه داخليه وكانت جيده جدا جدا جدا, جداً. نشطت الحياه الاقتصاديه في المدينه ورفعت مستوى دخل الناس هيك بتقدر تطور البلد وهيك تقدر... ان شاء الله هلا ان شاء الله على كل حال خلال برنامجنا في شيء بنسميه تيست او عباره ما ما طالعي عن طالعين من اكبر تيست هلا بدنا نعمل تيست جديد تيست مهضوم نحن <applause> عندنا تيست مهضوم اسئله سريعه جديه بعضها جديه يمكن البعض يمكن هيك تلاقي انه اجوبتها سهله بالنسبه لك مهم السرعه معك 8 ثواني فقط لتجاوب على السؤال. كل سؤال او للكل لا على كل سؤال معك 8 ثواني سهل بنبدا يلا هل انت اليوم متحالف مع القوات اللبنانيه ام منتسب لها لا انا متحالف هل رح تكون المدافع الاول عن العهد اذا لازم الامر؟ مطرح ما العهد بيشتغل بطريقه بي... بي... منيحه وجيده نحن حنكون جنود للدفاع عن العهد ومطرح ما بيغلط حنضوي من اجل نجاح العهد. أه سؤال التالي شو سر شعبيتك؟ صدقي ومحبتي للناس. عن اي مبدا مش ممكن تتخلى؟ عن الشفافيه والادميه والاخلاق. بتقول انت صديق كل الناس رح يبقى هالامر واقع بعد دخولك المعترك السياسي نعم نعم صديق كل الناس انا ما السياسي واضح بانتخابك نائب هل خسرتك جبال بالعكس جبال بعقلي ووجداني من الاقرب اليك سيمو ابي رمي او مصطفى الحسيني يعني انتخابات وانا صديقي مصطفى وهلا سيمون تواجهنا وتزاحمنا يعني مش الحال <تصفيق> <تصفيق> آه... من رح نتابع اسئلتنا من الاقرب الى نهجك تكتل لبنان القوي او تكتل عنا القرار؟ لا ما حدا آه... اما السؤال الاخير مين ممكن يكون مرشحك لرئاسه الجمهوريه المقبله؟ شخص بيعبر عن قناعاتي وثوابتي اسم؟ بكير كثير بعد مش ما رح نعمل مثل غيرنا نفتح المعركه من اليوم <applause> <applause> بالوقت المناسب بيكون عندنا شخصيه لبنانيه وطنيه بتعبر عن قناعتنا وعن ثوابتنا وعن لبنان اللي بدنا اياه بتنجح بالسياسه دبلوماسي جدا على كل حال يعني هيك هلا بعد شوي رح نرجع نحكي ببعض الاجوبه واكيد رح نتابع حديثنا معك أه سميه يعني لما لما نشوف قال عن شغله كثير مهمه مش ممكن يتخلى بمبادئه ابدا لا عن الشفافيه ولا عن قلت لي الاخلاق الاخلاق أه قديش هول الامرين كمان مهمين اليوم بعالم الفن او بالدومين الفني بالتعامل ايضا مع الفنانين؟ أه بأي مجال في أه يعني هاي المفاهيم او هاي المبادئ هي آه ضروريه ان كان بالسياسه ولا بالفن ولا بالمجتمع آه في نهجان دائما بالحياه يعني آه بالفن انا بقولها دائما انه آه بتخلي طريقك اصعب وبتخسرك كثير بالسياسه يمكن نفس الشيء كمان الواحد بقول... بيعمل جهد اكبر اذا كان حامل آه اخلاقيات معينه اذا ما بده يتنازل اذا ما بده يستخف بالناس نحن كمان عندنا مسؤوليه تجاه الجمهور انه انا وقت اللي, اللي وانه وب... يلا شو ما كان هذا بكون كمان ما في ما في شفافيه وما في اخلاقيات يعني فنيه مم. انا شخصيا بالنسبه لي العمل الفني او الناس اللي بتعامل معهم هذا جزء كتير كبير من رواق يعني شيء راسخ عندي انه ما بقدر اتعامل مع انسان بيشتغل بالموسيقى ان كان ملحن ولا ان كان مهرجان ولا اي شخص اذا ما كان عنده شيء من الاخلاقيات وال... والسمعه الطيبه يعني مم. انا ببعد عنه معروف عني هذا الشيء وهذا بخسرك بمحلات كثير بس بيربح. بعالم الفن يعني بعالم الفن بيربح بيربح بكل المجالات في السمعة وما السمعة وما. شغلة مثل العطر بتدوم يعني بتروح لبعيد ما بننتبه لها في ناس كثير ما عندهم ما عندهم الإمكانية إنهم يصمدوا لحتى يثبتوا السمعة الطيبة عندهم لأنه المغريات بتجروا للإنسان صحيح. بس دايماً عم بكتشف مع الوقت وهذا الشيء بتربي عليه انه السمعة الطيبة هي اللي بتبقى حتى بعد رحيل الانسان وهيدا شيء بيستاهل بالحياة م. يعني مش كل شيء مادة مش كل شيء مكتسبات صحيح حتى بالفن نفس الشيء أه حكيتي عن الحان عندك اياها ومحتفظه فيها وممكن هلا تبلشي تشتغلي عليها او حكيتي ايضا انه ممكن كثير تتعاملي مع ملحنين لا أعمال جديده أه شو هي هالالحان مع من من هي الاسماء اللي ممكن تتعاملي معها هلا حاليا انا عم حضر عمل مع بلال الزين نعم. الحين الرائع مع الاستاذ احسان المنذر قصيده نزار اباني تقريبا هلا صرنا عم نخلصها عندي عمل عندي اعمال عندي الأستاذ الي شويري من نور الملاح من اسماء كثيره ممكن كمان يكون في شيء للاستاذ الياس رحباني اغنيه وفي اسماء تانية ان شاء الله عم بسعى اني اشتغل اشتغل معهم بس انت بتلحني وبتكتبي ليه ما بتفكري انك تعملي هذا الشيء بنفسك يعني من انا ما ركزت على الموضوع كثير صراحة يعني ما حطيت حالي بهال بهالاطار بس بعن عبالي بالي ممكن شي مره ارجع كرر التجربه، بس منا شغله اساسيه بالنسبه لي. اها <applause> بدنا نرجع شوي على الموضوع الشان على بالفن أحلى بالفن أحلى. <applause> بس هيك دت في نقطه على ارائك، حكيت بموضوع وقف الهدر، اقترحت كخطوه اولى الغاء وزارات الدوله غير المنتجه مثل وزاره الدوله لحقوق الانسان ووزاره الدوله لشؤون رئاسه الجمهوريه. حضرتك بتشتغلي بالاعلام، بتعرفي مين الوزراء اثنين تبع هالوزارات؟ اليوم اليوم بكل صراحة. طيب اليوم الوزير اذا ما عم بيلعب دور واذا فعلا ما وزارته غير منتجه انه شو نستاجر له مكتب ونعمل له مرافقين وسيارات ومصروف للوزاره ببلد فعلا حجم العجز صار هائل طيب وبعدين صحيح اليوم في ادارات يجب تفعيلها وفي ادارات لازم شطبه والغاء نهائيا اذا طلب منك اليوم ترفع السريه المصرفيه تقبل؟ بالتأكيد. لانه في نواب كتير عملوها؟ بالتاكيد ما انا مجبور اصلا ارفع السريه المصرفيه وصرح عن اموال كل نايب ينتخب لازم يصرح عن امواله المنقوله والغير منقوله وانا ما عندي اي بتتخلى عن راتبك؟ انا متخلى عنه من زمان رواتبي كلها <applause> يمكن هو كان لازم نضيفه على الاسئله السريعه هدول الاسئله، تلقيت وعد بوضع موضوع السلسله الخاصه بموظفي البلديات والمتقاعدين على نار حاميه، هيدي مؤخرا امبارح صارت مع وزير الداخليه والبلديات الازمه الاجتماعيه صارت كثير كبيره وبلشت تدق وجع وصل الوجع للعظم يعني يعني صار الناس عندها مشكله انه تامن حياتها العاديه اليوميه موظف بلدية انا بعرف وجعهم والامهم ومشاكلهم وعيالهم واولادهم يعني فعلا المشكلة الاجتماعية دقت بالاعماق بالوجع يعني الموظف الآدمي صار على الحضيض عم يعني عم نحمس الموظف يروح يرتشي عم نحمس الموظف, الموظف يتخلى عن ثوابته واخلاقه حتى يقدر يعي يأمن حياة كريمة لأولاده نعم لا. طيب انه اليوم الموظف اللبناني اذا كان بيقبض مليون ليره او مليون ونص ليره كيف قدر يامن حياه كريمه لاولاده يا عم؟ هلا بلا ما نقعد نخبر اخبار وشعر، اليوم اللي بيقبض 1000 دولار بالشهر قدر يعيش اولاده؟ اكيد لا. قدر يامن لهم مدارس؟ طيب المدرسة الرسمية شبه معطلة مم. مضطر يعلم ولاده المدرسة الخاصة الجامعة اللبنانية كمان جامعة حكيت الم... عنها الجامعة اللبنانية ببيروت وما في لها انتشار بباقي المناطق طيب كيف انه قدرنا ما نعلم اولادنا او في قرار رسمي بتدمير التعليم الرسمي مقابل التعليم الخاص مدارس كاثوليكيه انا بقول انا مثلا المشكله اللي عم نعيشها اليوم انه اقساط المدارس الرس الخاصه غالي وهيدي ايمين القيام عليها مش صحيحة النظريه النظريه الصحيحه انه ما عندنا مدرسه رسميه نهار بيكون عندك مدرسة رسمية على بحد ادنى من التعليم انك تودي اولادك عليها، صار ايا يكن قصة المدرسة الخاصة معنا مشكلة، بأوروبا وأمريكا أقساط المدارس الخاصة أضعاف أقساط لبنان المدارس. إنما في في بديل في مدرسة رسمية بيروح عليها 75% من من المواطنين ومن الطلاب ومن الشباب والصبايا، نحن اليوم مدارسنا الرسمية مع الأسف للاجئين السوريين وعم نتدين وعم نحط اعباء اضافيه وعم اوقات عم نضطر نروح نتدين من بفوايد كثير عاليه تنعلم اولادنا م. بالوقت الدوله لازم تعمل سياسه صحيحه بالتعليم الرسمي م. حقنا نعلم اولادنا حقنا نتحكم ابسط حق شغلتين صحيح حتمو... علم وطبابه علم يوم العلم والطبابه حق انساني هيدا الشيء يوم سوري على الكلمه تتقدر تتعلمي بدك تشحدي تتحكمي بدك تشحدي م. للاسف يعني سميه ساعات نايب عم يحكي عن مواضيع كتير حقوقيه ومواضيع انسانيه مواضيع اجتماعيه كثير بتهم المواطن ويمكن هو بدوره كنائب بيقدر يشتغل على تحسينها اليوم بدورك كفنانه كيف ممكن تقدري تخدمي المجتمع هل فعلا الرساله فن ومن خلال الفن بنقدر نوصل الرسائل؟ هلا الفن بمحل في يكون كمان بخدمه ال يعني اليوم بخدمة اذا بدك القضايا الانسانيه اذا بدك تختاري بد قضيه انسانيه او اجتماعيه تغني لها مثل ما كثار من الفنانين بيعملوا، في قضيه بتعني لك اكثر من غيرها؟ في قضايا كتير بس انا بدي اقوله انه انا شاركت كثير ودائما عم شارك وهذا الموضوع بالنسبه لإلي يعني معروف عني اني بساهم فيه من كل قلبي ومن كل وجداني لانه بعتبر انه هالناس اللي بتوصلنا وبتحبنا أه أه تصوري انه انت باي باي حفله بتكوني فيها في ناس بحبوكي بس هيك لانهم هن حبوكي، مم. هيدا انا بحب انه دائما اقابله بوقت اللي بينطلب مني اي عمل انساني على كل الاحوال أه هلا الشهر ب 23 حزيران حيكون عندي بالمدرسه الانجيليه للمكفوفين وذوي الاحتياجات نعم. الخاصه خصص. حفله ل عندهم الذكرى المية وشي <applause> نعم. اذا ما نسيت الرقم سوري <applause> يعني لتاسيس هالمدرسه انا وقت اللي زرتها ورحت شاركت الاولاد يلي عندهم توحد يلي عندهم آم يعني آم مشاكل, مشاكل مشاكل كثيرة ما بتتصوري مدى يعني الشيء اللي أنا حملته بقلبي بعد ما خضت هالتجربة أول شيء رحت تشوف هالولاد وانهم هن رح يشاركوني بالموسيقى بالعزف بالغنى انا كنت خايفه يعني انا كنت حاسه انه هاي تجربه رايحه عليا وانا خايفانه وصلت هي كانت اول مره آه ما بعرف شعور انا ما قدرت اوصفه صرت الوقت اللي استدعوني لارجع اروح اتمرن مع الاولاد آه حس كانه وفي يعني في مره في مره من المرات فقت كثير بكير تروح آه عنده تروح وانا ورايحه حاسه هيك كانه في شعور انا ما عم بقدر كنت آه يعني, آه يعني, آه يعني الواحد صدقه انه آه شعرت فيه يعني هذا الشيء يلي يلي آه انك تشوفي هول الاولاد آه من خلال الموسيقى، من خلال الفن، م. عم تحققي لهم سعادة وعم تحققي لهم إنه هم عم يكون عندهم كيان. أجمل شيء بالعطاء دايماً بقوله إنه بتفكري حالك رايحة تعطي للآخرين بيطلعوا هن, هن اللي عم يعطوك آه سمية آه بندخل على بريك علينا وساعة النايب أيضاً ولكن آه بندخل بأغنية بتختاري لنا إياها آه بصوتك شو شو بتحبي تسمعينا؟ أو شيء بيختاروا أستاذ آه زياد؟ لا بنتنا بدها ست سمية نحن كارت بلونس ما تحطيني تحت الاختبار يا عاشقة الورد إن كنت على وادي يا عاشقة الورد على وادي فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد حيران أينتظر والقلب به ضجر حيران أينتظر والقلب به ضجر، ما التلة ما القمر، ما النشوة ما الزهر، إن عدت إلى القلق هائمة في الأفق. سابحة في الشفق فهو يامك لن يجدي <applause> عودة لكم مشاهدينا متابعين معكم برنامج جلال وأمر مع ضيوفنا سعاده النايب زياد حوات وايضا المطربه سميه بعلبكي بدي ارجع شوي للبدايه معك استاذ زياد لنشاتك بمدينه جبيل وتربيتك على هالقيم الحلوه واللي خلتك فعلا متعلق بهيدي المدينه قد ايه التربيه او قد اليوم التربيه بشكل عام بتخلي الانسان يتعلق ببلده بمدينته بالتحديد اكيد التربيه هي اساس كل شيء هي بتعلمك تحبة، هي بتعلمك الاخلاق هي بتعلمك الثقافه هي بتعلمك عن نمط حياه معينه يعني. نحن عشنا بجبال رغم كل الظروف الحرب والازمات بقينا بجبال يعني كان نتعلم بجبال عشنا بجبال ما هجرنا ما تركنا البلد ضلينا <applause> متعلقين ببلدنا كان فينا نسافر ونتعلم برا انما اراد مرحوم بي وامي انه نضل ببلدنا وبلبنان وبجبال وبي كان شغله ببيروت كان ينزل كل يوم على بيروت ويرجع يسرب كل اللي على جبال مم. حتى ايام الازمات وايام الحرب وايام القصف على الطرقات كانت الظروف اصعب من هلا بكتير صح فبقى كل هيدي العوامل حببتنا اكثر بالجبال وبالمنطقه وصفوا اصحابنا وجونا وعلاقاتنا كله بشبال. بعدك بعدك بتلتقى اصدقاء مع اصحاب الطفوله اكيد عايش انا وياهم هن 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 اساس عملي اصلا السياسي اليوم، هن ذاتهم الشباب اللي ترفعت انا وياهم خلال كل الفتره وحلمنا سوا و... وصرنا نفكر سوا وصرنا كثير ن... نطلع لقدام سوا، اشتغلنا سوا الانتخابات البلديه ووصلت واشتغلنا امبارح انتخابات النيابيه ووصلنا. سميه ايضا انت بتحكي عن طفولتك وبتقولي انه كانت طفوله منا هينا ايضا بظل الحرب، آه و... واليوم بتقولي كمان انه كم. بتشعر كثير مع الاطفال خاصه وخاصه بالحروب اللي عم بتصير حوالينا لانك انت كثير تاثرت بهيدي المرحله من طفولتك صحيح صحيح مم. يعني التجربه اللي نحن عشناها انا بكره اي اي طفل يتعرض له التهجير العيشه بالملجا تغيير المدرسه هلا كنت عم اقول اذا سالتني بعض رفقات الطفوله بقول لك لا لانه مم. كذا مرة تغيرت تغيروا الأشخاص وتغيروا الناس وهيديك الفترة ما كانت مستقرة ما, ما بيبقى شي حتى مش بس الحرب بتأثر يعني والخوف وال... حتى يعني الذكريات بتقولي لك محتفظه فيها حتى لدرجه بتقولي انك ما بتحب ما يعني ما بتروحي على محل تشتري لعبه لاولاد اخوتك الا ما تشتري لعبه لألك حتى ايه لانه طفولتي ضاعت مني اللي, بقت اللي بتربي بالحرب ما كان في وقت ما في وقت تدلعي وحدا يشيلك أصلاً لعبه كان في حرب ما كان في حرب أه طفولتنا تختلف تماما عن طفوله اولادنا يعني طبعا <applause> اليوم <أكثر تصفيق> <إنه> مدللين <applause> وكل شيء واصل يعني أه خاصه يعني انه كانت ظروف صعبه وهي مش حرب هي حروب أه وانا من الجنوب كمان اضافه يعني فوق الحرب عندك الاحتلال وعندك يعني في فترة اضطرينا نتهجر من بيروت على على ضيعتنا بالشريط الحدودي كانت حبس كبير يعني م. هاي الطفولة هيك كانت مركبة فعلا ف... كتير عينه صح يعني معاناة معاناة ببيروت ومعاناة هونيك عندك عندك مثلا انا وحدة من ذكريات صباي الاول يعني طفولتي اول وعي هيك على الدنيا وانا انه انت توصلي على بيروت بدك تتعرضي لشتى انواع الاذلال وال... هاي منها هينه لشخص عم يكبر وعنده احلام حلوه ورديه بس, بس احلام بس احلام عشان هيك عم عيش طفولتي هلا يعني انه <applause> <applause> هلا انا ايه عن جد في الطفله اللي فيي اصلا ما بحبها انها انه تفل <applause> بس اوقات بزيدها شوي يعني بحس <applause> حالي مش عم بكبر من جوا لانه <تصفيق> من جوا <applause> ولا من <جوه تصفيق> <لمن> برا الله <applause> <applause> عليك اكيد من سنه ونص تقريبا ساعات نايب خسرت والدك وكانت بتجمعكم علاقه حلوه <applause> كمان وبعدك لليوم بتتذكروا كل سنة حتى على السوشيال ميديا وعلى انستغرام شو بتذكر أكتر شيء منه أو شو أبرز النصائح هيك اللي بعدها لليوم لما تتذكروا ما بتروح من بالك الأماكن يمكن كنتوا تزوروها هي المحل... علمني ثقة بنفسي كثير يعني كثير من ال... الأهل بيلعبوا دور أساسي بتطوير شخصية الولد يعني أنا اليوم وقتها تخرجت كعمري 20 سنة كان في بيات مسيطرين على البيت ومعتبرين انه الوهره للبي وبعده ولد no. انا بمجرد تخرجت من الجامعه اجى بيي اللي بتقعد بالشغل نحن عنا شركه تجاره خشب نعم no. اللي بتقعد فيها شهرين ثلاثه اربعه حبيت الشغل هول المفاتيح هيدي الشركه بتصرفك وتحمل مسؤوليتها هيدي اعطاني حافز اساسي واعطاني تحدي كبير تحدي كبير أه... دونك البي انا كان صديقي وشريكي و... وكاتم اسراري ومشجعي بالحياه التجاريه وبالحياه السياسيه وقف حدي بكثير من المراحل الصعبه فعلا انا بي مش بس بي يعني هيبه بي كان في هيبه البي الموجوده اكيد انما كان في حدا الشخص الداعم اللي بيوثق فيك اللي بيعطيك امل اللي بيعطيك اندفاع ايه خسرت صديق وبي وخي و... بس بقالك لك منه هالذكريات الحلوه <applause> وهالبسمه الحلوه اللي بتنرسم على وجهك لما تتحدث عنه وتتذكره آه، طفولتك يمكن كانت صعبه ولكن المراهقه كمان حكي عن المسؤوليه اللي حملها بكير انت كمان حملت مسؤوليه لما بلشت بعمر 16 سنه تطلعي على المسرح وتغني واول مره غنيتي بالأيوبي بي شو بتتذكري من, من هيدا كانت اول اول يعني اول مره مش بشوف جمهور بشوف موسيقى بشوف بشوف كذا الجو كله يعني ما كانت مثل ما حكينا ما كانت الاشياء متاحه هلا بس ارجع اتذكر بقول انا كيف كيف كنت بهالبروده يعني كل بس شوف العلاقه بالاهل مهمه كثير اللي بتذكره من هيديك الحفلة يلي كنت عم غني فيها شيء كتير صعب وجمهور جمهور السميعة جمهور ال يعني الجامعة الأمريكية بتعرفي في في في, في نخبة المجتمع والسميعة وأنا واقفة عم غني بكل هال بكل هالإمكانية يعني لما برجع هلا بسمع حالي بس كل اللي هممني من الجمهور أمي اللي عم بتطلع فيها م. حتى أنا بعرف إني بهاي اللحظة كنت عم بتطلع فيها وقت اللي بعملها هيك ما نعم. كنت عم بعمل لحدا تاني كنت ايش الدنيا فيها هي شو حلو. بالامان اللي موجود أيه. انه بهذيك الفتره بيكونوا خاصه بالبدايه ما انك بلشت بكير لا بالعكس يعني اليوم بتقولي انه يا ريت انا عش يعني يا ريت اخذت قرارات قرار دخول الفن يمكن بعمر اكبر كنت انضج اخذت قراراتي الشخصيه يمكن لا بالعكس بنفسي. يمكن منيح الوقت بس في اشياء في اشياء بحياتي يمكن تماكون عم عم جمل الصوره, الصورة نعم. إيه كنت بغيرها مم. يعني في اشياء بغيرها انا مش من الناس بقول لا انا هيك مثل ما انا يعني الحياه بعد ما تنضجي وبعد ما يمرق الوقت بتقولي لا يا ريت اخذت خيار بمحل غير اللي انا اخذته نعم. بس طبعا الظروف هي يلي بتوصل الانسان مرات بس الوقت كان مناسب بهداك العمر يعني بالعكس اذا زياد سافرت بفتره معينه من حياتك يمكن لتشتغل بالخارج ولا او تكمل الشركات اللي كنت انت مؤسسها بلبنان هل هذا السفر وبعدك عن لبنان وعيك على حب لبنان وهو اللي بمرحله معينه يمكن خليك تبلش تنخرط برجعتك بالشان العام وصولا الى هالمسبحه اللي كرت الى دخولك العام انا انا ربيت ببيت بحب الشان العام ويعني ربيت بالبيت على طول في ناس على طول بحبوا يساعدوا الناس بيسمعوا مشاكل الناس وهذا شيء بيوعي عند الولد هذا الشغف وحبيتها انا ما اشتغلت سياسة لاني مجبور اشتغل سياسي ما في شيء جبرني لا. انا اشتغلت سياسي او اشتغلت شان الش... عام لاني انا حبيت هذا الموضوع و... وهيك صار جزء من حياتي من شغفي من 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 ثورتي الداخليه ونجحت فيه لانه حبيته بصدق ولانه اشتغلته بصدق وما اعتبرته انه السياسه هي كذب على الناس او تقطيع وقت او تمثيل بالعكس السياسه بدها تكون فعلا طالعه من 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 ذاتي نعم انا عملت رئيس بلديه كان عمري 33 سنه يمكن كان وقتها بيقولوا من سبع ثمان سنين يقولوا انه رئيس البلديه اللي كان لازم يكون عمره 70 سنه كنت اصغر سنة رئيس بلديه تم انتخابه ايه لازم يكون رئيس البلديه على الريتريت تبع حياته انا هذا كانت ثوره داخليه انه كيف رئيس بلديه بده يكون على الريتريت لازم يكون ببدايه عمره تينجز طيب على الريتريت بيروح بيقعد هو وعائلته واولاده واحد بينبسط باولاد بي اولاده بيروح بيشتغل بيروح بيطور بطور بلد كان عمرك كان عمره 33 سنه لما انتخبت رئيس كانت انا بسنه سنه 2010 لما قررت اترشح الانتخابات انه مش صحيح اللي بيتعاطى بالشان السياسي والشان العام لازم يكون رايح على الرترات انه هلا وقت شغل، طب ما الشغل هو تطوير بلدي مش على الرترات والناس مشيت معي بهذا الاطار، ومشيت معي لانه انا كنت زلمه عم بحكي كلام وكنت صادق فيه، انما كمان كانت عم تمشي معي مش عارفه انه اذا هالكلام رح يوصل لمطرح او رح يندموا على الساعه اللي انتخبوني، صفى كمان أنا قال لي بيي شغلي هلا على سيرة مرحوم بيي ليلة ربحنا ربحت الانتخابات شاب ولد ربحان انتصار كتير كبير كل لبنان عم يحكي فيه كل وسائل الإعلام موجودة بجبال عم بتابع انتخابات بلدية جبال اعتبروا انه أم المعارك بجبل لبنان هي جبال اه لقطني قال لي ليك يا بي أنت اليوم ربحت الانتخابات إنما الربح الأكبر هو الممارسة اليومية بعد اليوم يا <applause> بتربح بعي... بعيون الناس وبعقول الناس وبتربح انه الناس تقول والله عفينا عرفنا اخترنا اما بده نص الساعه اللي اختاروك فيها صح فبقى هنيك الربح الحقيقي <applause> وبدك تكون على امال هالناس اللي عطوا ثقتهم بشاب من 33 سنه يسلم اداره مدينه جبال هالمدينه العظيمه بتاريخها فعلا. بثقافتها مدينه ما مدينه استثنائيه عاديه جبال ما مدينه هيك مدينه استثنائيه يعني في ثوابت اساسيه ممنوع التخطي في خطا في خطوط حمر ممنوع تقربي عليها في صوره حلوه بتضلك مشعشعتيها وتقدميها للناس يعني تصوري شاب بكل اندفاع ممكن يقدر يعمل كل هذا العمل هودي كثير فكر وثوابت حط لي بي بعقلي وبذهني اشتغلت عليها وهالثوابت نفسها بتنطبق عليك هلا ومبارح قلت بي... انا لما ترشحت على النيابه قلت لهم انه هالكلام ها انه لما ربحت بالبلديه اجى زلمه وهيدا بي قال لي واحد اثنين ثلاثه وهيدي وهيدي اللي ربحتني وهيدي اللي خلتني ضل وقال لي اهم شغله انه راسك لازم ضل على كتافك انت مم. وصلت على المركز اللي وصلت له بفضل الناس صح. ما جيت بالباراشوت انت ما حدا عينك انت الناس اللي وصلتك بدك تضل مخلص ووفي لهالناس اللي جابوك وانا اليوم بقول للناس انه مثل ما كنت بجبال المدينه حكون بجب... بجبال القضاء وحكون بكل لبنان وفي لكل صوت انتخبني في ناس كتير ما قدرت تنتخبني لأنه من غير دايرة إنما كانت مرافقتني بصلاتها بدعمها بتأييدة أنا ب... ب... <applause> ب... آ... على التواصل الاجتماعي ما فيك تتخيلي <applause> شو صار ليلة الأحد بالليل والتنين والتلاتة على مدار عشر أيام زاروني ناس ما بدي اقول قد يعني ما بيعرفوني ولا بيعرفوا جبال ولا لهم علاقه بشي بجبال لا عندهم ارض ولا عندهم شركات بس جايين اقول لك ما بخوفك هالشيء؟ بلا مسؤوليه كثير كبيره وكل ليله من عشيب بقول اوف قطع النهار بعد ما عملنا شيء لانه يعني فعلا انا عم بقول انه انا واعد الناس كثير والناس حاطه امال كثير كبيره علي عليك, عليك اكيد دونك كل يوم بيقطعوا ما اعمل شيء بصير انا شكك بحالي <applause> واليوم رايح على مجال آخر بدها وقت تتعرفي تتعلمي مكيد. وأنا من الناس بقول بدي أتعلم أنا مش عايز أقول ما بعرف في أمور مكيد. ما بعرفها طبعًا. عم جيب طبعًا. ناس إلى جانبي تعلمني تنورني تطويل الطريق لأنه الطريق اللي بيقول بيعرف كل شيء ما, بيخل... ما بيعرف شيء صحيح وبيغلط كثير انا كتير. لا بقول في كثير قصص ما بعرفها جايه على دومين في كثير امور صعبه جديدة. لازم اتعلمها ولازم املكها مزبوطة اقدر اخدم وطني صحيح. مش عايب جيب ناس اخذ برايهم اسمع لهم امشي المشوار انا وياهم بالعكس هيدا بيؤدي الى نجاح اكبر أكي. رح نتابع حديثنا ساعة النايب ولكن صار وقت الاسئله معك سميه انت جاهزه لاسئله يلا السؤال الأول مع مين بترتاحي بالعمل على المسرح أكثر؟ زوجك المايسترو نبيه الخطيب أو خيك المايسترو لبنان بعلبك؟ إيه شو هالسؤال؟ قدك ما قصة على ما حدا ثالث فيك يعني قطعوا لثمان ثواني بعدك بتدندني أو بتغيري الكلام لما بتنسي الأغنية على المسرح؟ إيه بركب كلمات احيان بس بل... بيزبطوا <applause> بعدك انفعاليه وبتبكي بسرعه؟ نعم للاسف بتعتبري انه ما أخذت حقك جماهيريا في لبنان؟ الى حد ما ايه بتندمي انك اخترتي الطريق الصعب بالفن؟ لا الاقامه بالاغتراب او بلبنان شو فضلت اكثر لا بعدني بفضل لبنان هل بتفضلي الغناء الطربي او الغناء الشعبي آه الطرب الشعبي <applause> المزيج بين اثنين. آه ليه فكرت شوي قبل آه ما اسالك عن موضوع اذا بتندمي اذا اخترت الطريق الصعب لانه هون فيني جاوب فيني اخذ راحتي خذي راحتك آه لانه تعريف يعني قصه الطريق الصعب انا بالنسبه لإلي آه هي جزء من آه من من مبادئ وقيم انا مآمنه فيها مشان هيك بخاف اقول ايه انا ندمت لانه بكون هيك عم بنسف كل الاشياء اللي امنت فيها واللي بعدني مؤمنة فيها انسانيا وفنيا لانه الفنان هو تركيبه طيب. انسانيه طيب. انه انا الطريق الهين كانت بالنسبه لي انه اعمل تنازلات انا كامراه نعم كلنا بنعرفها الجمهور صار بيعرفها خلص صارت الدنيا مفتوحه هلا بيعرفوا شو عم بقصد بدون ما جرح بولا حدا اكيد واكيد انا حدا تعرض لكثير مش اشياء مشان هيك ما اخذت حقك جماهيريا مشان هيك بقول انه ايه لا برجع بس فكر خمس دقائق بقول انا ما بقدر غير هيدي الطريق انا بدي طريق مستقيم انا بدي طريق نظيف انا بدي فن بيحب الناس وبيحترم الناس وفي في قيمه فنيه مش بس في قيمه انسانيه م. اذا هيدا بده يدفعني ثمن رح ايه دا دافع عن هالطريق واقول ايه بختار الصعب نعم. بس بتاسف انه ما تقدري بهالمبادئ هيدي انك توصلي ايه أكتر يكون م. عندك انتشار اكبر ايه بتصير بفكر فيها انه مرات انا آآ آآ بشر انه مع هيك صوت مرات انا يعني بنفعل لدرجه بقول انه انا ليه عملت هيك طب ما انا كان فيني اخذ طرقات كلها اسهل بس بتصعب بتطول لك الطريق انما بتوصلك مطرح ما بدك ب بي... انت محافظه على قيمك على اخلاقك صحيح. على مبادئك اليوم حتى بالسياسه هذا شيء مش بدي اقول مش بس بالفن بالسياسه بالاعلام بكل مكان بيوصلك اسرع اكيد م. وبيربح اكثر آه وبيربح اكثر بيعمل مصاري اكثر آه. مثل الفن بيقولوا أنه هيدا معه مصاري اكثر ايه اكيد اليوم المبادئ اساس اللي بيبيع مبادئه وبتخلى عنها من اجل فن وسياسي او اي مركز يعني أعمل. عم تخلى عن عن قيمه عن تاريخه وعن عائلته وعن شرفه وعن هيدي الثوابت آه آه مشان هيك انا مثلا حدا انا كفنانه كمواطنه كنت اطلع على مدينه جبال انا بتذكر في شغله صارت مره كان عندي حفله كبيره وكنت كثير موتره آه يعني اليوم عم نعمل البروفات انا عاده بهيك وقت ما بتحرك من بيتي لانه ما بدي اعمل اي ريسك بكره في حفله وفي عالم وراي وفي جمهور جاي وكذا بس كنت وقتها ما بعرف بتذكر كتير منيح شو اللي موترني هالقد فقلت له لزوجي طلعني عجبال شي ساعة ستة قال لي شو بدي طلعنا <applause> عجبال هلا <applause> شو بدي طلعنا عجبال انه ما فينا ناخد قلت له خلص بكره ما رح اقدر أغني طلعني عجبال طلعنا على جبال وين ترتاحي؟ جهه الوحي بجبال كزدرت شوي بالسوق العسكري وهيك السوق. وقعدنا بمحل يعني انا معودي اتعشى فيه ورجعنا على البيت مرتاحه ثاني يوم عملت من اجمل حفلاتي هلا بعدني بقول له تعرف شو؟ خليني اتنفس خليني اطلع الجبال. على جبال بلكي بغني نفس الشيء من... <applause> شو رح تغني لنا هلا هيك تذكر جبال وغني لنا شيء بنفس الاحساس اللي حكيت فيها تطلعي رنا جبال كل ما عندك حلقه <applause> صار لازم اطلع صار بس جبال صار بدها جبال بس خففوا لنا شوي هالعجقه على الطريق كيف حالهن كيف حبايبنا عم يبعدوا البعد تعبنا كيف حالهم كيف حبايبنا عم يبعدوا البعد تعبنا بيت قريب حي بهالحي الحي وقلنا سنم نمشي ومقربنا كيف حبا أنتوا يا هل بالليل غفلانين نحنا عباب الليل سهرانين والريح عم بتسوقنا التشرين والهوى غرق مراكبنا حبايبنا عندك صوت حلو؟ <applause> ما رح اقول لك تغني ما تعطي بس في كثير اوقات يعني حتى بيفاجئونا بعض الهوايات يمكن هيك اللي عندهم اياها بعض السياسيين وبيطلع فيه كمان اصوات صوت حلو ربنا خير لكلنا 100% على خشبه مهرجانات بيبلوس الدوليه شاركت لاول مره بعمل رحباني ضمن العمل التكريمي لنصري شمس الدين وفيلم وهبي اه كن بقى رئيس كان استاذ زياد حوات ايضا رئيس البلديه بوقتها كان بالصفوف اذا ماني غلطان صح؟ قدمهم يعني قدمهم هذا السؤال الثاني تكون فعلا انه اليوم ان كانت حضرتك من خلال وقت رئاسه البلديه انكم تكرموا اشخاص مهمين بالعمل الفني وايضا حضرتك من زمان بتكرمي دائما الاشخاص من خلال صوتك يعني انا دائما بعتبر انه وقت اللي بنرجع بنقدم عمل لاي فنان كبير من لبنان او من العالم العربي هو تكريم لألي لقل... أنا بعتبره تكريم لصوتي وقت اللي بيصحلي كل هالنتاج اللي أخذ عمر وسنين وجهد عظيم أقدر أعمله بليلة وحدة و... ويكون عندي الإمكانية أنه هم يمكن حدا منهم خضل خمسين سنة تا 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 كسب هالاعمال لصوته انا عم بقدر اختصرها بهال بهالليله بهالليله بهالليل مشان هيك بعتبر انه هن بيكرمونا بالاعمال اللي اللي نحن عم نرجع نقدمها مم. استاذ زياد يعني هذا الموضوع كمان قد مهم بالنسبه لك وبعده لليوم يمكن كمان بما انك رح تضل موجود من خلال تكريم هالعب. الكبار بعالم الفن وحتى بغير عالم الفن هو بيجسد تاريخك وبيخليك تطلع لقدام اليوم اللي ما عنده كبير ما, ما قادر يتمثل فيه بالعكس في حرص على تكريم كبارنا بكافة قطاعاتنا كرمنا ريمو قدّي شخصية وطنية بجبال كان ناية بجبال إنما على مسافة كل لبنان لا. كرمنا بمهرجانات بيبلس عظماء بعالم الفن يعني اليوم اللي بينسى تاريخه ما له مستقبل خاصة صح. إذا كان تاريخ مشرف وبالتالي فعلا الكبار كبار ونحن ننحني أمامهم حديثنا معكم يعني بيطول وحديثنا معكم ما بيخلص ودايما حلو رح نستمر ولكن بعد وقفة قصيرة مع بريك علينا ومنتبه مشاهدينا سهرتنا الرمضانية متابعة معكم دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان، ندعيكم أنكم تتواصلوا معنا عبر هاشتاغ ليل وقمر وأيضا عبر تويتر ليل وقمر، سعادة النايب اليوم في معلم سياحي آخر يضاف إلى تاريخ جبال من خلال ترميم بيت الأرميد وجعله متحف للنسيج الإنساني، خبرنا أكثر عن هيد يعني دائما أنت مهتم بالتاريخ تبع جبال، بالسياحة، الاماكن الاثريه باعاده ترميمها وهيدا ايضا فعلا جبال, جبال جديد. قيمه تاريخيه وثقافيه اذا بت بتلغي هذه القيم صارت مدينه مثل مثل كل المدن الاخرى نحن حريصين نحافظ على هذه الثوابت التاريخيه والثقافيه بيت الارميد اللي هو كان يعرف ببيت الحسامي بجبال مم. هو آه يعني صار سلوغان لجبال بكل المو... بكل المواقع بكل الصور هيدا البيت موجود، كان في قرار من من السنه الاولى اللي ترأس فيها بلديه جبال لترميمه، انما كلنا بنعرف انه مديريه الاثار هي تتولى هذه المنطقه اللي هي خاضعه لمديريه الاثار، بعد شغل طويل وتأمين ل... وتأمين المال لترميمه، تأمنت الموازنه وبدا الاعداد لترميم هذا المعلم. السياحي وينعمل متحف للنسيج الانساني والحضارات اللي قطعت على على هذه المدينه هذا آه، البيت بجسد قيم وتاريخ جبال جبال العيش المشترك جبال التواصل لا. والنسيج الانساني بين كافه شرائح مكونات يعني جبال هي لبنان الصغير موجود فيها كل الطوائف كل المذاهب آه، الناس بتلتقي مع بعضها نختلف بالسياسه بكثير من الامور انما نلتقي على تواصلنا مع بعضنا على ايماننا بمدينتنا على محبتنا لبعضنا على على آه, على الاهتمام بهذا الكنز الموجود ب... يعني الجبيليين كلهم باختلاف طوائفهم ومذاهبهم واحزابهم وتياراتهم وسياستهم مؤمنين انه لازم نتكاتف ونتضامن لنحافظ على المدينه التاريخيه العظيمه ونطورها ونقرب فيها لقدام أنا نعم. بقول الحياة السياسية لازم تكون هي مصدر غنى للبلد، مش مصدر تشنج وصراعات عبثية بلا طعمة، نعم. اليوم كل ما الناس تختلف مع بعضها بالسياسة يمكن بي... كل واحد بيقدم شيء أفضل لوطنه، لازم مبارزة نحو تقدي... تقديم الأفضل، مه. مش المبارزة نحو التقوقع والانعزال و... وكل طائفة تتخبى وراء رجل دين تبعها أو أو زعيمها قاعدين أو صعباتنا بعضنا، هي بطلت السياسة <applause> هذه صار صارت تصفيه حسابات واحقاد نحن جبال وقضاء جبال حريصين نحافظ على هذا النموذج انه رغم الظروف الصعبه اللي قطعت على لبنان بقيت جبال نموذج ورساله بالعيش الواحد آه بالسياسه كل واحد له رايه انما آه نلتقي حول جبال ومستقبلها والفه اهلها وسلامه و... واستقرار هذه المنطقه مم. وانا بدي استغل هالفرصه لعيد كل ابناء جبال مسلمين ومسيحيين بالعيد اللي جاي بعد كم يوم واتمنى لهم اعياد كريمه واعياد مليئه بالنجاح والاستقرار وفضاوة البال والسلام وان شاء الله بدي اعيد كل اللبنانيين كمان انه حلهم اللبنانيين بقى يعيدوا وينبسطوا تعبنا بقى قرف وزعل وخوف على المستقبل وخي... وخوف على مستقبل اولادنا حقنا مم. بعد يعني ما في بلد بالعالم له 50 سنه 50 سنه بحاله حرب ان كان حرب أزايف وان كان حرب نفسيه نفسية يعني يا محلة النفس الحرب الأزيف على الحرب النفسية, النفسيه اللي عم نعيشها نعيش اليوم, اليوم او الحرب الاقتصاديه اللي عم نعيشها اليوم مم. حلنا بقى يعني مم. فعلا على مستلمين زمام الامور ونحن شركاء معهم انه حلنا نامن للبنانيين حياه آمنة حيات فيها حياة فيها استقرار يعيشوا بهالبلد بلد من أجمل بلدان العالم كلنا مسافرين وكلنا رايحين وكلنا ما بتلاقي بلد مثل لبنان في كل شيء اللي بده يصلي بيصلي اللي بده يسهر بيسهر اللي بده يشرب بيشرب اللي بده يلتزم دينيا بيلتزم دينيا اللي بده يحضر بده يطلع على الجبل بساعة بيكون بالجبل وبنص ساعة بيكون على البحر وهم مش موجود بولا مطرح بالعالم كل اللي علينا حافظ عليه كل اللي علينا حافظ على شبابه هيدي الثروه الكبيره اللي هي نحن ثروتنا شبابنا اللي هن قيمه مضافه لتطوير وطننا انه هالشباب ذاتهم اللي راحوا ساهموا بتطوير كل بلدان العالم من الخليج العربي وصولا لامريكا اللاتينيه بس بدنا نبدا باعطاء فرص عمل لهالشباب كمان تعطي مش فرص عمل وبس بدك تعطي للشباب فرص يقدموا طاقاتهم لمصلحة الوطن لازم ما يكون معيار التوظيف في القطاع العام بالبلد مش معيار حزبي أو طائفي أو مذهبي يكون مم. معياره الكفاءة هود الشباب اللي ساهموا بتطوير قطر هلأ بعد أستد عم تخبرنا عن قطر قطر يعني أنا رأيي اللبنانيين شركاء أساسيين في تطويرها طب ليه ما بنستفيد من هالخبرات الشباب بكافة قطاعاتهم وميادينهم يكونوا هن شركاء بتطوير وطنهم انه الشاب اللبناني ممنوع يطور وطنه وعم بيضطر يروح يطور أو اوطان اخرى لانه بلبنان في محاصصه في تقاسم سياسي وطائفي ومذهبي مع الاسف <applause> يعني هي عباره عن مثل ما بيقولوا سيركل وكله بيلحق بعضه يعني اذا بلشنا نحل شغله بنقدر نحل الامور الاخرى ومن هون بتحكي عن بدء حل مشكله الفساد اللي كنت عم تحكي عنه ببدايه أنا حديثنا باول اليوم ب... اذا فعلا بدنا نبني وطن كل هالامور ممنوع بقى نقول انه هذا الشاب بخص فلان وهذا طائفته فلان ايا تكن مع طائفته اذا عنده معيار الكفاءه والنزاهه والاستقامه وقادر يخدم وطنه واهله وسهلا فيه آه بدي آه ارجع ان شاء الله <applause> بس اذا لازم بس ان شاء الله لازم وما يكون حلم الشباب حلم الشباب اللبناني وحلم كل العيال اللبنانيه يمكن منا وبالجر ما يكون هيدا الحلم هو انه نحن كل الوقت عم نفكر انه ايمتى بدنا نروح على البلاد على الهجره على الهجره مم. يعني بيخلق الساري. الشاب وبينبش هو عم يخلق بس ينبشوا له على اي بلد بدهم يودوه ويبقى فيه <applause> يا ريت بيتعلم هون بيروح بيشتغل برا صح احكينا من شوي كنا عم نحكي عن المهرجانات هل هيدا الصيف طبعا في مهرجانات كثيره أه هل رح تكون سميه بعلبكي موجوده بمهرجانات لبنانيه؟ انا يمكن ببرنامج سابق بتلفزيون لبنان من اشهر اعلنت انه كنت مفروض كون بمهرجان بعلبك للاسف ما رح كون نعم تحفظ عن الاسباب بس هيدا اللي كان السنه يعني مقرر, مقرر. فللاسف ما رح كون السنه بالمهرجانات عم نحكي المهرجانات الكبيره يعني م. سنة الماضي بجبال وقبلها ببيت الدين ان شاء الله السنه الجايه بكون في بس انت دائما بس المسرح بتحب تتواجد تتواجد عليه بكافه الطرق حتى انك حكيتي عن عندك ميل انك تتواجدي على المسرح عن خلال الكوميديا <applause> او المسرح الكوميديا خبرينا اكثر إيه. انه دائما بنسال انه بتمثلي انعرض عليك تمثلي مسرحيات اما افلام او حكينا كثير بالموضوع بس ايه ما بعرف ما انا قيلتها إيه بشي محل بلكي آه انا بكادر جدي بكادر جدي ايه بشغل آه شغل كلاسيكي <applause> مزبوط وانا بحب الاشياء الجديه بالحياه يعني بحب الاحاديث الجديه المليانه بحب الناس اللي المثقفين اللي م. عندهم علم وكل شيء بس معروف عني انه انا حدا كثير بحب المرح والنكته مم. فانسالت قلت لهم انا على اذا بده ينعرض علي شيء نعرض علي دور كوميدي مم. يمكن في كثير ناس ما بيتوقعوا انه معقول هذا الكادر الجاد والصوت الرصين إيه إيه وكذا إيه وعازفه إيه العود أنا هيك بحس حالي هيك بحس حالي وهذا الشيء اللي بيدقرني اكثر ما بتخيل حالي عم بعمل دراما وهيك ما بعرف يمكن تصير بضحك انا وبالدراما <سؤال> يعني استاذ زياد حضرتك متزوج من السيده كارين ابو خالد وعندكم ثلاث اولاد حليم وماريا وصوفيا حدا منهم بدق ميوزك بما انه عم نحكي عن الفن لا. <applause> ما علمتهم ولا الي عود مثلا لا لا بتعرفي ما عندنا ميول فنيه بالبيت مفترض الام لانه هي موجوده ما عندها ميول فنيه انما ماريا كبيره صارت عمرها 14 سنه تعمل رقص <applause> حليم بيلعب باسكت وعندي ابن زغطورة عمره سنتين صوفيا المدللة <applause> صوفيا المدللة بالبيت انا بحس اني مقصر كثير مع اولادي لانه مع الاسف لي 10 سنين بتعاطى بالشان العام وقبل ك... وقبل الفتره كنت مسافر باشغالي ومنخرط كثير بشغلي تاسس وكبر وطوره ما 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 اعطيت اولادي الف... الوقت اللي لازم ياخذوه فبقى هلا كل ما بشوفهم بس بس قد بتكون قد ايه بتكون يوم. فخور لما بنتك يوم عيد الاب بتجي بتكتب لك ميرسي لانك عم تعمل كل هالجهد كرمال مستقبلنا شو محضرة كل شيء قد <applause> هون بتنسى كل هالتعب وهيدا الـ يمكن الذنب اللي حاسس فيه ولو لا سوي انا ربيت ببيت بفتخر باهلي فبقى زيت الدرس عم عم بشتغل تولادي بعد 10 سنين يفتخروا ببيهم ان شاء الله اكون على مثل اهلي انا افتخر فيهم هن اولادي يفتخروا فيي مشوار صعب و... ورساله صعبه انما عم بشتغل فعلا انت اخدم وطني واولادي يفتخروا فيي بما انه عم نحكي عن العائله بتقولي سمية عن حالك انك شخص رومانسي مم. بس بتميل للحزن صح قد ايه الاحساس اليوم الرومانسيه اللي موجوده فيك كشخص موجوده يمكن بينك وبين زوجك قد ايه هذا الشيء بتستعمليه كمان على المسرح من خلال احاسيسك بتحطيه بالغنى انا هي طبيعي يعني هي تركيبتي هاي شخصيتي وما ما بخبي عليكي انه الحياه والشغل بالفن يلي هو حق العام كمان بده قوه بده بدك تكوني شخص قوي كيفحت كثير تخفف شوي من هالرومانسيه ومن هالشخص الحالم كل الوقت لانه بصدمة بواقع دائما فلازم تقوي حالك اكثر يعني <تصفيق> صحيح ف <applause> انه قدر الامكان شغل عقلي بالحياه اليوميه بس تاخذني <applause> هاي الشخصيه معه يعني بدون ما انتبه برجع لنفس المحل على المسرح وبالموسيقى ممكن تتوظف احلى ش... احلى احلى شيء هالشخصيه هل هيدي لانه الفن بحاجه لل لل, لل... للروح ال هيك الحالمه لانه الفن منه شغله واقعيه شوي كله بده حلم اي شيء بتعمليه بالحياه اذا ما عندك حلم ما بتنجحي بشيء صحيح اذا حدا من اولادك قرر يوما ما مثل ما كنا عم نقول من شوي انه يفل ويهاجر من لبنان بتقدر تقنعوا بلا هذا الجيل الجديد ما بقدر انا بشي ان شاء الله يشتغلوا عل... <applause> على إنو المي... أه أقنعوا انه ما ان شاء الله اقنعه انه ما يهاجر انما هذا الجيل <applause> ليش <شو> عم بتعاني ما كلنا عم نعاني لا فعلا, فعلا جيل جيل بده متابعه كبيره لانه كله صار بين ايديه ان كان بالتواصل الاجتماعي ان كان بالتلفون ان كان بال فيسبوك وتويتر و... وانستا و... يعني فعلا وهو جيل صار فتح اكثر بكثير من ايامنا، نحن مش كثير بعاد عنه يعني. فبقى بتمنى انه اولادي يعيشوا هون، يعني بشجعهم يبقوا هون، ما بفتح لهم مجال يفلوا لبرا. لانه فعلا البلد اذا مش نحن بقينا فيه مين بده يبقى فيه؟ أه بتورث السياسه لابنك؟ ما بحب ورث، اول شيء انا ما بحب ورث السياسه لحدا لانه السياسه بما انه دارج التوريث السياسي بلبنان السياسه اذا ما بتعشقيها ما فيك تنجحي فيها وانا بتمنى على ابني او على كل الناس قراب مني انه ما يشتغلوا هالشغله لانه فعلا اكيد بتشتغلي لمصلحه وطنك وبتطوري وطنك اذا الله عطاكي بس انما على حساب كثير قصص خاصه وعائليه وبيتيه و يعني انا شغله صعبه السياسه بلبنان مع غياب الدوله الرجل السياسي عم بحل محل الدوله بكل شيء يعني اليوم النايب او الوزير او رئيس البلديه ما بيقوم بس بمشاريع عامه لخدمه المجتمع ككل لانه دوله غايبه عم بيضطر يحل محلها بخدمات خاصه صغيره بتضيع لك 90% من وقتك وبتستهلك لك كل طاقتك طاقتك مزبوط يعني السياسه متعبه كثير بالبلد عندنا كثير متعبه اللهم بدك تشتغليها بطريقه صحيحه يعني وتضلي حدا الناس اللي هني وصلوك كثير مزبوط اللي عم بتقوله لانه اليوم صار المواطن ناطر الخدمه من النائب يعني صار بشوف النائب لانه بس مش حق المواطن مش بس تعود, لأنه ستنا. تعود المشكله انه المواطن ما بيقدر ياخذ حقه الا بالواسطه م. طب للأسف لأنه ما في دولة مم. أنا إذا بدي أشتغل شغل صحيح علي ابني دولة يصير تعطي المواطن حقه حقه, 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 حقه صح. بلا وسط المسؤول أو الزعيم مم. أو النايب أو الرئيس هذه أه سمية بتحب وردة كتير صح أه أكيد أو اسمها ما بعرف لمين بتحبي تختاري لنا أغنية هلأ نسمعها منك أه لوردة لوردة آه وردة جزائرية أصلي. أي أكيد. آه أكيد طيب هيدي خصوصي كمان <تصفيق> حرمت... <تصفيق> ما كنت حرمتي حبك حبك مش كثير حافظتها <applause> <الم> هي <facial> طويلة <applause> هي طويلة <applause> بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب أنا بتونس بيك، وأما بتبعد، أنا بتونس بيك، لما تقرب أنا بتونس بيك، وأما بتبعد، أنا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا، ويايا وانجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا, وانا 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 انا 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 انا, أنا بيك وانت معايا حلو كتير يعني <applause> هيدي الغنية بتذكرني ايام الحرب الحرب الغنية انا بتذكر سنة 88 89 90 شايف؟ صحيح كنا نصيف بعناية هربانين من الحرب ما كان في غيرك كل النهار <applause> <الترجم> <applause> على الراديو انا بتونس بيك <applause> يعني فعلا تونسنا بوجودكم معنا الليله وحضوركم محبب جدا ما بعرف ساعات نايب اذا عندك بعد اي هيك رساله اخيره بتحب توجهها بالنفس. او او يمكن طلب من الناس اليوم ثقه اكبر يمكن بالجهود اللي انت او بالامال اللي انت عم تطرحها بالرؤيه الجديده او المستقبليه قديش شايف تطور وامل كبير اول شيء بالثقه اعطوني الثقه كثر خيرهم للناس بدي اقول حكون قد هيدي الثقه ما راح خلي صوتكم يكون يروح دعان أول مثل ما سبق وقلت بدي اتمنى لهم عيد فطر مجيد مليء بالسعاده والامل والاستقرار بدي اتمنى لهذا التلفزيون اللي هو تلفزيون الدوله اللبنانيه مزيد من التقدم والازدهار ويصير اكثر واكثر مدعية فخر اللبنانيين لانه قادرين بكافه قطاعاته نطوره نساهم بتطويره ولا وعلى البلد بتمنى بلد يكون على قد امالنا وعلى تطلعاتنا وعلى حلمنا بلبنان. مم. في عنا طاقات كتير كبيره بكافه القطاعات. من فنيه لوطنيه لا لزراعيه لصناعيه لسياسيه، فعلا بلد مليان طاقات، بلد مليان حلم. مم. بس افتحوا مجال هالطاقات تنجز وتطور وتساعد لبنان لانه بدنا لبنان بيشبهنا، بيشبه ثقافتنا. مش بح... عايشنا الواحد لبنان مش مزبوط بلد التقوقع والانعزال لبنان بلد التواصل بلد الالتقاء بلد الحضارات ممكن يكون كل واحد بطيفته وبي انما لبنان ساحه بتجمع كل الناس مم. بكافه انتماءاتنا الطائفيه والمذهبيه انا بالعكس أه. انا بقول نعمه لازم يكون نعمه على لبنان هذا النموذج والبانوراما المتنوع طائفيا ومذهبيا مم. ما يكون مصدر نقمه ومصدر هيك تقوقع وانعزال ان شاء الله ان شاء الله اولادنا يعيشوا نقدر نبني وطن اولادنا يصالوا على الحلم اللي نحن فيه كلنا وان شاء الله نقدر كمان نبني وطن اولادنا يقدروا يشوفوا فيه الفن المضبوط مثل اللي عم بتقدمه سميه ابو علي بكي. آه يعني آه اعمال بنتمنى انه نشوفها اكثر موجوده على الساحه منك وهيك ما تضلك يمكن بخيله علينا ببعض الاعمال <applause> آه بعرف انه هلا عم تحضري كمان تانجو 2 آه اللي هو شوي بيشبه الموسيقى الارجنتينيه اللي موجوده كمان مع الموسيقى العربيه وسبق وقدمت تانجو اول البوم ايضا آه وان شاء الله دائما الازدهار الدائم بعرف اذا عندك اي كلمه اخيره لمشاهدي تلفزيون لبنان بدي بدي, بدي, بدي اتمنى لهم شهر مبارك وعيد سعيد ان شاء الله وبدي اشكركم كثير على الفرصه الحلوه اللي جمعتوني بانسان انا كثير طول عمرك يعني بفتخر فيه انا كمواطن لبناني واعتبرتها فرصه اني انا اعبر عن شيء كنت ما اقدر اقوله وجه لوجه لانه ما التقينا ولا مره يعني نعم. آه قديش آه قديش هو نموذج للشب... للشباب اللبناني ورجل السياسي يلي عنده آه حقيقه آه ايمان ب... بلبنان وبمؤسساته وانا بعتبر انه هو بكملنا كمان بيكمل ايماننا بهالبلد يلي عم يتزعزع انا عذريني نعم. انتيلي لي شيء بالاول ايه صحيح انه انا بزعل وقت اللي بتزعزع ايماني ببلدي وبحس انه انا جاي عبالي هج على اخر الدنيا، مم. لا لبنان مع ناس هيك بي يعني بخلونا نتشبث اكثر بارضنا، إن شاء الله. شكرا لكل العاملين بتلفزيون لبنان اللي يعني هو بيتنا حقيقه مم. وعودته لازدهاره هو عوده المؤسسات الوطنيه اللي نحن بنعتبر انه نحن بننتمي لها وبدنا ننتمي بس لها. شكرا كثير ثانك يو لك شكرا لك كله ميرسي شكرا لك سعاده النايب زياد حواط المطربه سميه بعلبكي كمان لوجودكم معنا الليله شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه وطبعا موعدنا بكره بيرجع بيتجدد عفوا التنين يوم نحن الجمعه فويك اند حلو للجميع والاثنين بنكون معكم الله راد بحلقه جديده من ليل وأمر الى اللقاء